الحق ببيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر والإجراءات المتخذة تجاهها نتيجة لتماديها في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين، فقد صدر أمر ملكي سامي عن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية، وذلك تقديرا للشعب القطري الشقيق والذي يمثل امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه في مملكة البحرين. وإنفاذا لهذا الأمر الملكي، خصصت وزارة الداخلية رقما هاتفيا مبين على الشاشة لتلقي تفاصيل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.